ناجية؟ نعم يا خانو. عمي لسه ما فا؟ لا مديحة خانو. يا الله دخيلك، والله رح يجنني. شو هالرياحة كلها؟ لو وش الصبح وصلت فضيحتنا لجرايد جيبوتي، والزلمة لهلا عم يشخر ولا على باله، يعني ماسكة حالي بالزور كرمال ما اتدخل. والله رح افقع بالأخير. صباح الخير عمي. عادي مديحة، عادي لشوف. شو كأنك انت عم تحكي مع حالك؟ ابني الحلو الغالي، عرفت شو عامل عمي؟ خاطف الأميرة من العرس. من الصبح ما ضل صحفي منعرفه وما اتصل. وحضرتك امبارح من وصلتك هربت مني على أوضتك وما طلعت، يعني نمت من دون ما نحكي. هلأ عمل اللي عملوه، انت لا تتدخلي. كيف يعني ما اتدخل؟ مديحة قلت لك لا تتدخلي لأنه في عندك سوابق. يا عيب الشوم عمو، يعني أنا ما قلت لك إنه ما كان إلي علاقة لا من قريب ولا من بعيد؟ وناجي ما حكى لك القصة من طقطق لس؟ قلت لك هذا التافه ناجي لا جيبي لي سيرته بالبيت. طيب حاضر عمي. اسمعيني، انتو ما عم تشوفوا بعضكم لما عم تحكوا بالسر؟ نوب، ما عم شوفه ابدا قطعا نهائيا. كثير منيح، وبخصوص مساله جان تبع امبارحه، مثل ما قلت لك ما تحشري مناخيرك فيها، هن بيعرفوا يحلوها. مين ده قال لك؟ من البنك عمي. ما في حل غير اني روح لعندك ست مديحه. يسلموا هالايدين بنتي. يسلموا ناجيه. شايف ما أحلانا هيك عمي؟ قاعدين عم نشرب القهوة مع بعض مثل أيام زمان على رواق وكتير مبسوطين. أكثر مما بتتخيلي. رح جن حياط الله، ابني خاطف أمي قويق القزمة ونحن قاعدين عم نشرب القهوة هون ولا كأنه صاير شي، ومن خوفي مو قدراني أسأله عن شي. ناجية كولونيا. لك هي ما بتسمع صوت أفكاري. مديحة شو عاملة اليوم؟ شو مشاريعك؟ ايه شو بدي اعمل؟ بقعد بالبيت وباكل خبز وزيتون. برافو عليكي عادي، واصحك تطلعي برات البيت ها؟ واذا صغروا اجر عنا حدا من الصحفيين ما تفتحوا لهم الباب ابدا. طيب ها؟ ماشي؟ ما بفتح. ليك مديحة اذا بشوف منك غلطه وحده هالمره لحزتك لبرا واسترجي تمرقي من جمسور البيت. حقك الطبيعي يا عمي، طبعا ما بغلط ولا يهمك بابا. شو عم يصير معي؟ مين عم يدق لك هاجي لشوف؟ ما في شي مهم عمي، البنك. هاتي هالتلفون قلت لك لشوف. شو هالبنك الغليظ هاد؟ ليش عم يدق لك كل شوي؟ هاتي لشوف هاتي. لا بلاها، ما في لزوم عمي. مديحة قلت لك هاتي لشوف. عصفورتي كيفك؟ لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي اقوله. انا وياكي صرنا مثل جولييت وروميو، مثل هيك قصة حب أنا ما عشت. يا قليل التربية. احترامي سيدي. هذا الصوت ما عم بدي اسمعه. اسمعني ولك سدوا لحلقك عشان ما امسح فيك الارض ها، وبجيب لك الشرطة على بيتك. فهمت؟ وين كان مخبى كل هالجفا يا عصفورتي؟ حبنا العذري كان لازم يتحول لتراجيديا يعني. ناجي. احكي لشوف مع مين كنت عم تحكي يا مقصوف الرقبة. عم بحكي مع البنك. قلت لي مع البنك، مع البنك. شو بدهم فيك البنك؟ انت يا دوب معك تمشي. انا كمان هذا اللي عم قوله امي، قلت لهم ما تدقولي مرة تانية. سكوت سكوت وبلا حكي فاضي، قوم اعمل لي فنجان قهوة وسط من تحت ايدك. يلا لشوف اتحرك. خلص على عيني يلا. امي معناها التليفون ممنوع. اي بسرق حالي وبروح لعندك بالسر مدوحتي. وقف يا ولد، ما تضل تبربر مع حالك. وين القهوة تبعي؟ وينها؟ أه؟ ثواني أمي وبكون عندك فورا ولا يهمك. ما
مديحة، هذا ليش بيضل عم يدق لك كل شيء والتاني؟ ها؟ لا تكوني عم تشوفي لهذا النصاب من ورا ظهري بالسر. هذا الحكي اللي عم تحكيه عمي نهائيا، انا ليش بدي اشوفه لهالحقير؟ معناته ليش بيدق لك وامر كلمة على لسان العصفورتي ومدوحتي؟ من شو بيعرفني؟ اهبل. مديحة، إذا أنت عم تعطي وش لهذا الدب التافه؟ إن شاء الله أمتص بنظري إذا عم بعمل شي عمي. الرجال كذب الكذبة وصدقها. عشقان هذا عمي عشقان، أنا شو بعمل له؟ هذا حب يعني. لا القصة ما رح تمر على خير، أحسن شي روح وأحكي مع أمه حتى تفرك له أذنه شوي. شو؟ شو هو اللي شو؟ شو مفكرة لكان بعد العمر بدك كان يركض وراه؟ مو على الفاضي قالوا هم البنات للممات. أوف ناجية خبري حسن يحضر السيارة. شكله فقعت معه. عمي بس اسمع، هذا الأكشن بعد هالعمر مضر كتير لصحتك عمي صدقني. مديحة روح اكسري اجرك وعدي بأرضك وانتظريني. طيب بابا حاضر. يلا صرت مراهقة عشقانة ابن الجماعة اللي قلنا تار عندهم. أنا عن جد تحولت لجولييت. في إلى حالك يا هبلة، لا تجني هيك فورا. شو قالك عمك؟ قالك اكسري رجلك وقعدي. شو عملت الكنة الشقرة يا ترى؟ الله أعلم شو بتكون مخبصة. لك شو عم تحكي؟ شو دخلك أنتي؟ عملت اللي عملته، سكتي وقعدي. أنا إيدي عم يرجفوا، أكيد بدهم جرعة كذب. أنا أدمنت وما عاد فيني وقف. أنا شو بدي ساوي؟ ناجية الكولونيا ناجية. نسيت مفاتيحك مثل العادة. لإمتى بدك تضل هيك؟ مفاتيحك لإمتى بدك تضل تنساهن يا مقصوف الرقبة؟ كم مرة أنا. أهلين إسماعيل بيك. مرحبا خضرت خالو. مرحبا ناجي أفندي بالبيت؟ لا أنا قاعدة لحالي وهو مو هون. إيه منيح بيكون أحسن لأنه بدي أحكي مع حضرتك جوز كلام. أهلين أهلين. إيه ما في داعي تشلح ولو شرحنا ومشي الحال. تفضل ارتاح. أهلا وسهلا. أهلين بحضرتك. والله أنا كان بدي أسألك شو بتحب تشرب؟ بس الشاي والقهوة ناجي اللي بيعملون أنا عم بتعب كثير. ولا يهمك يا خانم أنا أصلا ماني مطول. اسمعي لي قدرة خانم، مثل ما بتعرفي الخطوبة اللي بين ابنك ناجي وبنتي مديحة فسخناها. أنا اللي بعرف. ما بتصدق قديش ارتحت منه. يعني صدقيني نحن ارتحنا منه ومبسوطين أكثر منك بهالشغلة. بس في آخر فترة يعني حضرته كل شوي والتاني بيتصل بمديحة وأنا شاكك أنه عم يشوفوا بعضه من ورا ظهرنا. يعني لو سمحت ديري بالك على ابنك ربي. مين أنا؟ أساساً أنت اللي لازم تخلي عينك على الجاجة تبعك إن كانت كنتك ولا بنتك. والله ما بعرف، ما صدقت لقيت شاب مثل الوردة ودبقت فيه. قدرت خانوم عيب الحكي هذا ما بيصير. لا تأكل هم إسماعيل بيك، أنا رح جيب لابني ناجي بنت صبية. يا ريت حضرتك كمان تقول للجاموسة تضل بعيدة عن ابني وتتركه. لك ابنك ناجي هو اللي عم يدق لمديحة قدرت خانوم. لا 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 ابني ما بيعمل ابنوب مستحيل. فلقت قمر ومرضي امه مو معقول يعمل هيك شيء. مثل ما بدك انت ما رح تفهمي بالذوق قدرة خانوم. اسمعي لليوم ورايح ما بدي اشوف وش ابنك ناجحة، واذا شفته ما رح يحصل له خير بنوب. حلو عنا بقى. اذا صار مثل ما عم تقول بايدي هدول رح ندفو لناجي. بس حضرتك كمان انتبه للي عندك. ماشي يا خانوم ماشي بخافري. مع السلامة. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.